بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي أنه قال في منظومته المسمى منظومة القواعد الفقهية: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق، ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم، وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. ابتدأ المصنف رحمه الله منظومته بالبسملة، ثم ثنى بالحمدلة، ثم ثلث بالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. وهؤلاء الثلاث من آداب التصنيف اتفاقا، فمن صنف كتابا استحب له أن يفتتحه بهن، ثم شرع يذكر مقصوده بفعل منبه إلى مراده، فقال: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب، مبينا فضل العلم وعظيم منفعته. فالعلم أفضل منن الله على العبد، والمنة اسم للنعمة الجليلة القدر، والمنة اسم للنعمة الجليلة القدر. وذكر رحمه الله من منافع العلم منفعتين عظيمتين، فالمنفعة الأولى تتعلق بزوال النقائص والآفات، والمنفعة الثانية تتعلق بحصول المعالي والكمالات، فأما المنفعة الأولى المتعلقة بزوال النقائص والآفات فهي المذكورة في قوله: علم يزيل الشك عنك والدرن، وهي مؤلفة من أمرين، أحدهما إزالة الشك، والآخر إزالة الدرن. والشك هو تداخل الإدراك في القلب، والدرن هو وسخ القلب وفساده، ومتعلق الأول الشبهات، ومتعلق الثاني الشهوات، فالعلم يدفع عن العبد ما يعتري القلب من النقائص والآفات التي ترجع تارة إلى الشبهات، وترجع تارة أخرى إلى الشهوات. وأما المنفعة الثانية المتعلقة بحصول المعالي والكمالات فهي مؤلفة أيضا من أمرين، أحدهما كشف الحق للقلوب، والآخر وصول العبد إلى المطلوب،
والفرق بينهما أن الأول متعلق بالمبتدأ والثاني متعلق بالمنتهى. والفرق بينهما أن الأول متعلق بالمبتدأ والثاني متعلق بالمنتهى. فالعلم يكشف الحق للعبد فيتبين له ما يصلح سلوكه والأخذ به تقربا إلى الله عز وجل، اتباعا لشرعه واقتداءا برسوله صلى الله عليه وسلم. وهو أيضا يوصل العبد إلى مطلوبه فيفضي إلى حصول مقصوده العاجل والآجل، فيفضي إلى حصول مقصوده العاجل والآجل. وما أجمع قول القرافي لما تفرق من منافع العلم إذ قال في الفروق: العلم أصل كل خير، العلم أصل كل خير. نعم.